أنا أتكلم الآن عن أن الإنسان في مواضع الفتن لا يسارع، لابد أن يكون بطيء الخطى، ولازم يعرف أن كثيرا من الأخبار التي تأتي كذب، وعلى أحسن تأويل وعلى أحسن محمل خطأ في التصور أو خطأ في التأويل، زي ما حصل بقى بعد فتنة الخليج اللي حصلت دي، وطلع بقى في الجزيرة جماعة قرضوا أعراض أهل العلم وطلبة العلم والكلام ده، وكنت ممن نالني نصيب وافر من هذا الأذى، حتى يعني قال قائل إن أخطر إنسان على السلفية في مصر هو أبو إسحاق الحويني. ليه خطر على السلفية ليه وهو الذي لم يعرف في حياته إلا السلفية؟ قال لك لأنه يحط السم في الدسم، يتكلم في علم الحديث ومجرجرك في علم الحديث وسفيان بن عيين ومعمر ومحطط لك الحتة اللي عايزها، تقوم انت كده ايه في بؤرة لا شعور، تقوم ايه الحتة لو عايز يحطها يقوم يحطها لك وانت لا تدري. فنسبوا الجماهير الى الغفلة، يعني طلعهم كلهم مغفلين، ما فيش حد ممكن ياخد باله انا ممكن اعمل ايه والكلام. وانا وغيري يعني ممن اكتوينا بهذه الفتنة، فرأينا ان احنا نأخذ سبيل اهل العلم في الفتن. سبيل اهل العلم في الفتن ان تكف لسانك، خلاص كففنا ألسنتنا لحد ما انجلت عن خير. وأنا الحقيقة استفدت بهذا الأثر الذي سأذكره عن سعد بن أبي وقاص غاية الاستفادة في هذه الفتنة اللي هي يعني كانت أشد من ضرب السيف، لأن يكون واحد يرميك في اعتقادك هذا أعظم من أن يرميك في عرضك. يعني أنت إذا نسبت إلى التجهم مثلا عند أهل الاعتقاد يعني اللي هم عايشين حياتهم للدين، هذا تقدم عنقك لا يقربك ذلك من إثم، يكون أحب إليك من أن تتهم بالتجاهم أو الاعتزال أو أي مذهب من هذه المذاهب الردية. فسعد بن أبي وقاص بيقول بقى الأثر الذي نفعني الله به كثيرا، لما سألوا بقى أنت إيه بقى لماذا لم تنحز إلى طائفة من الطائفتين، قال إن مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق، ماشيين مش مختلفين كلهم في سكة واحدة، فأظلمت عليهم، نزل بقى ظلام دامس ما عادش عارفين يشوفوا شبر قدام، فقال جماعة الطريق يمينا فساروا، وقال جماعة الطريق يسارا، مش شايفين حاجة فبيجتهدوا بقى فساروا، وقلنا نحن لا نمضي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول، لأن إحنا واللي راح